لو لأنه يعني وصل مرتين إلى الحارس، لكن الوصول لم يكن وصول يعني إيجابي بشكل إيجابي. فبكر المدينة ترك الكرة وراء مرة، ثم هذه المحاولة الأخيرة التي شفناها في الشوط الأول، لكن فريق قطر الكاميروني فهو يعني يمسك بزمام الأمور، فهو يمشي الكرة بطريقة يعني بأريحية. يعني فريق الكاميروني الوانتو يغير من الجهة اليمنى للجهة اليسرى، يمكن يمرر حتى من وسط الدفاع، يعني لعب بطريقة مرتاحة أكثر. فهنا الاختلاف ما بين فريق القطن الكاميروني وفريق الهلال السوداني. ممكن بنك الاحتياط يعني لفريق الهلال كما أشار يعني المعلق، يعني يمكن أن يعطي، وهذه إذا كنت تتوفر على بنك الاحتياط جيد فممكن أن يغير من شكل إيقاع فريق الهلال السوداني، وهذا ما نتمناه. فإذا استمر نادي القطن الكاميروني بهذا النهج التكتيكي وبهذه يعني بالدفاع بشراسة عن يعني عن المرمى وبالضغط على فريق الهلال، وإذا استمر فريق الهلال بنفس الإيقاع الذي لعب به، فممكن المباراة أن تشهد يعني أهداف لصالح القطن الكاميروني، وممكن أن تكون الحصة أكثر من هدف. دعني أقف عند كلمة الضغط التي أشرت إليها، ولكن هذه المرة في جانب آخر. بالنسبة للضغط الجماهيري، ليس هناك ضغط على الهلال؟ لا لا بالتأكيد لا، وتعودوا لعبة الهلال، لعبة كلهم عنده خبرة كبيرة، هذه ليست هناك مشكلة. الاستاد نحن شايفين أنه فاضي، يعني يمكن يكونوا بس من ناحية واحدة في الملعب، أعتقد تأثير الجماهير. أعتقد طريقة اللعب الهلال هي طريقة لا لا لن تساعده في أنه إحراز نتيجة إيجابية. لو استمر بهذا الشكل لابد أن يحصل تغيير. كما ذكر يمكن نقطة هامة ذكر الكابتن أمونيكي، إنه الكرة لما تكون سيت بول وخارج منطقة يعني وسط ملعب، أنت ما بتعمل ريتريت لمنطقة داخل 6 يارد بتاعتك، لابد أنت توقف على خط 18 تعطي فرصة لعملية الريكفري. فهذه خطأ كبير جدا اللي بالنسبة للتنظيم الدفاعي لنادي الهلال. أيضا شفنا الفولو أب، دائما لازم يكون في فولو أب لأي كرة، يعني حتى خروج الكرة الحارس لما يشوط الكرة لابد أنت تعمل فولو أب، إنه ممكن يقع هو بشاية الكرة، فلابد أن تكون أقرب إلى حارس المرمى من مهاجم الخصم. دي ما كانت واضحة من الهلال، شفنا مدافعين ومديمبا عنده خبرة كبيرة، مساوي أيضا ارتكبوا نفس الخطأ. الحاجة الثالثة إنه الهلال لابد أن يدخل نوعية لاعبين يستطيع أن يحرز أهداف. اللاعب مهند طاهر من اللاعبين المميزين في مثل هذه المباريات، شفناه في البطولات في نفس هذه البطولة في السنوات السابقة. وجود 3 لاعبين في وسط ملعب، تير توماس من الناحية اليمنى، عمر البخيت وخليفة، أداؤهم الدفاعي جيد لكن أداؤهم الهجومي ضعيف جدا. لابد أيضا من انتباه اللاعب اللي بيلعب وسط ملعب محور على الناحية اليمنى تير توماس، يعمل حسابه للكرات اللي بتلعب، لأنهم يلعبوا ناحية اليمين وبعدين يرسل الكرة ساقطة خلف الدفاع عشان تعود إنه يلعبوا الأوفرلاب من الناحية اليسرى. عندهم اللاعب مديل رقم 19 يطلع من الناحية اليسرى بشكل كويس جدا. وفي الناحية اليمنى طبعا عارفين إن إحنا عندهم ممكن يطلع بابا وإسماعيل أو يطلع همال، وعندهم طريقة لعب جيدة جدا. فبالتالي لابد أن ينتبه اللاعبين الوسط المحاور الاثنين، إنه دائما لما يكون من الناحية اليمنى يكون دائما عينه على اللاعب اللي ممكن يعمل له أوفرلاب عشان ما يكون في فرصة لهم تاني لإحراز هدف تاني، وبالتالي تكون صعبة جدا مهمة الهلال في تعديل النتيجة. دعنا نتحول للكابتن إيمانويل أمونيكي. شوط أول صب في مصلحة الفريق الكاميروني، النوايا الهجومية كانت واضحة، إرادة من اللاعبين، بطء في أداء فريق الهلال. في الشوط الثاني إذا ما استمر الهلال بنفس الطريقة قد يعاني كثيرا. أنت من خلال المتابعة، هل تتوقع أن يجازف الهلال، أن يهاجم؟ كيف هي التوقعات بالنسبة للعطاء الفني والتكتيكي في الشوط الثاني؟ أعتقد أن المباراة على الهلال أن يرتقي بالمستوى. عندما ننظر إلى الهلال سادومبا يلعب بمفرده في الأمام، أعتقد أنه في حاجة إلى المساندة من الزملاء ومن وسط الملعب. الهلال لديه لاعبين يعرفون الاحتفاظ بالكرة، يعرفون متى يلعبون ومتى يحتفظون بالكرة، ولكن يجب أن تساعدهم. لا يمكن أن تلعب لاعب واحد أمام 5 لاعبين. بكل ما لديك من نوعية وخبرة لا زلت تحتاج إلى المساندة من الأجنحة ومن وسط الملعب. أعتقد أن الهلال يجب أن يلعب بواقعية، يجب أن يلعبون ككتلة واحدة إذا أرادوا تحقيق شيء إيجابي. قلنا أن فريق القطن ليس بالفريق الضعيف، وكما قال كابتن رشيد هذا الفريق يعرف جيدا ما يلعب عليه. عندما يبدأ الهجوم يبدأون باليمين وفجأة يحولون مجرى الكرة إلى اليسار، ربما يفاجئون الهلال في الناحية الضعيفة للهلال، يحاولون إيجاد الثغرات في دفاع الهلال. بإمكاننا أن نلعب عن الهلال، الهلال جيد وما قاموا بإنجازه في الماضي، ولكن في كرة القدم ماذا ستفعل في المستقبل؟ الهلال يجب أن يظهر لنا أكثر مما أظهر في هذه المباراة. إذا
إذا لم يفعلوا أراهم يخسرون هذه المباراة. ماذا انطباعك كابتن فخر الدين بالنسبه للشوط الثاني؟ كتكميل يعني الشيء اللي تكلمت عليه في الاول، تكلم عليه الاخ رشيد والاخ امونيكي وحتى انت الاخ الشيشعي ولا المعلق، فريق الهلال لم يظهر بمستوى جيد خلال الشوط الاول، فريق القطر الكاميروني استولى على كل يعني الملعب، ظهر بمظهر جيد، ونفس المشكل مطروح الان لفريق الهلال وهو المنطقه يعني الجهه اليمنى والجهه اليسرى، يعني الدفاع، الدفاع هش يعني ليس بدفاع قوي. نلاحظ ان الفريق الكاميروني اين وقتما اراد ان يمر يمر، فمشكل عند الهلال هو في الدفاع. اذا ننتظر ان يعود الهلال خلال الشوط الثاني بعد فاصل قصير. طبعا التعليق للزميل سوار الذهب، لا تذهبوا بعيدا. Everything about football with Football Fan Club. Football changes with Orange. Today changes with Orange. دعونا نأخذ برهة الاستمتاع بهذا المشهد الرائع من حيث نقف أن أفريقيا لها أفضل شاهد أفضل اللاعبين هم يلعبون خلال بطولة الأورنج لأبطال الكؤوس الأفريقية لكرة القدم. هيا نشارك في هذا الحدث أفريقيا، هيا نسير مرفوعي الرأس. ستاندرد بانك، خطوة للأمام. متابعينا عبر الجزيرة الرياضية، والشكر موصول للزملاء في الاستديو التحليلي مع ماجد الشجعي والكباتن الأعزاء. تحياتي لكم عبر مطلع الشوط الثاني من هذا اللقاء الذي يجمعنا وياكم بين الهلال السوداني وبين القطن الكاميروني ضمن الجولة الرابعة من الشامبيونز الأفريقي. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم القطن بهدف مقابل لا شيء، وشوط ثاني يبدأ الآن ونرى فيه هجمات لصالح نادي الهلال من البداية. كرة ملعوبة عالية داخل منطقة الجزاء، وين بكر المدينة مبعد الكرة ماضية. بين الشوطين الصورة أرى إبراهيم توريه في عملية الإحماء وتوجيهات من ميشو لإبراهيم توريه، اللاعب الذي سيكون هو البديل القادم في تشكيلة ميشو، تبديل هجومي واضح تماما من جانب المدرب ميشو. تشكيلة الفريقين لا تغييرات لا تبديلات حتى الآن. الهلال يلعب بجمعة جينارو حراسة المرمى 21، قسام التعاون 23، مساوي 12، ديمبا 20، وبويا 25، وسط الملعب عمر بخيت 2، وإبراهيم وأزيد توماس 6، وخليفة أحمد 18، هيثم مصطفى 8، وإدواردو سادومبا 11، وبكر المدينة بالرقم 9، الهلال بلونه الأزرق الذي ارتداه منذ التأسيس الأول تحديدا في عام 30 لم يغير ألوانه. إبراهيم توري نعم هو اللاعب القادم داخل أرضية الملعب، إبراهيم توري وأسامة التعاون إلى خارج أرضية الملعب. إذن خليفة أحمد سيعود في الجانب الأيمن كظهير، خليفة أحمد، إبراهيم توري إذن سيكون أحد الحلول الموجودة مع هيثم مصطفى في منتصف الملعب. اللمسة الأولى، يا السلام، محاولة بفكرة ممتازة، ولكن القراءة الدفاعية الكاميرونية كانت في الكرة الماضية. أسامة التعاون إلى خارج أرضية الملعب، إذن كرة ملعوبة مستخلصة. لاعبي الهلال بمعنوية ممتازة حتى الآن نراهم في الشوط الثاني وباندفاع ممتاز واضح تماما، نستشف أن كلمات ميشو بين الشوطين هي الاندفاع للأمام. القطن الكاميروني يلعب بداودة كاسالي 1، لانتيان كريم بالرقم 2، سبيستيارنسيان 3، أوثنغوي بالرقم 5، أوسماليا بابا 11، إيويند ماديلين فوتو 19، هامان جاكوس بالرقم 26، موسى سليمانو 29، سالي إدينغا 27، وكدير أمادو بالرقم 25.
كرة ملعوبة لصالح الهلال داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع. الهلال لديه صبغة الفريق البطل ولون الفريق البطل وإمكانيات وروح الفريق البطل، لابد أن لا يكون فريقا مدافعا ينتظر نتيجة التعادل فقط في هذه المباراة، لأن فريق أصبح من الفرق بل كان وأصبح إلى حين اللحظة من الفرق العظيمة في القارة الأفريقية، خصوصا في السنوات الأخيرة التي أصبح عنوانا للوصول للأدوار النهائية. وبالتالي بهذه المجموعة وبهذا العقد الفريد من اللاعبين لابد أن يلعب للفوز وأن يتخلص من الحذر الدفاعي الموجود في الذي كان موجودا في الشوط الأول. إدواردو سادومبا كرة ملعوبة في الأمام، بويا حاول التقدم في الأمام، بويا مرت الكرة إلى رمية تماس جانبية. شوف أجبر كابتن رشيد المهدي تحدث عن أمر هام جدا هو الضغط على الخصم، الضغط على الخصم، شاهدنا الآن الضغط يأتي من جانب لاعبي الهلال على مدافعيهم إخراج الكرة بهذا الشكل، وشاهدنا الهجمات تتهادى للاعبي الهلال. طارق أحمد آدم أمامنا في التمديد، أحد الأسماء الكبيرة، القائد رقم 17 في تاريخ الهلال لهذا القائد صاحب الثلاث 100 مباراة في تاريخ الهلال، ويا ما وصال وجال في هذه البطولات. وسبحان الله عندما لعب الهلال أول مباراة في تاريخه مع فريق كاميروني وكان الكابتن طارق أحمد آدم، كان ميشو في تلك الفترة يلعب في نفس اليوم أول مباراة له في تاريخه كلاعب، وكان ذلك يوم 18/10/87، كان أول مباراة كما حدثني ميشو في تاريخه تحديدا في ذاك التاريخ، وفي نفس هذا اليوم كانت أول مباراة بين فريق كاميروني هو فريق دي وبين الهلال، وكان طارق أحمد آدم قائدا. عموما كرة ملعوبة أمامنا والآن الأقدار تجمعهما في طاقم تدريبي واحد أمام فريق كاميروني. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، محاولة ملعوبة في الأمام للانطلاقة، مرت الكرة إلى رمية تماس جانبية في إشارة المساعد الأول جيلي ليكمور، مساعد الأول حكم الساحة طبعا هو كوما ويلينغتون الحكم ابن لوساكا الزامبية صاحب 37 عاما حكم للفرق السودانية للهلال مرتان وحكم للمنتخب السوداني في مواجهته أمام الكونغو للكرة تماما 2-0 بهدفي مهند الطاهر وكاريكا. رمية تماس جانبية اللعب الذي يستمر حتى الآن. تمريرة ملعوبة من هيثم مصطفى، هدف مجدد في منتصف الملعب، وفرقة الحقيبة عادت أيضا لأهازيجها. إدواردو سادومبا يلعب كرة في الأمام، انطلاقة في الأمام، كرة ملعوبة أمامية ومحاولة في الأمام، وسيف مساوي في التغطية إلى جمعة جينارو. كرة لجمعة، من جمعة ملعوبة لباري ديمبا في منتصف الملعب، عمر بخيت لياسير توماس، لمسة من إبراهيم التوري، هيثم مصطفى نقلات ممتازة. شوف شكل الهلال في الشوط الثاني أفضل بكثير مما كان الشوط الأول، وكأن الهلال يلعب في مسرح الماس الزرقاء هناك في مقبرة أم درمان. كرة أمامية عالية ملعوبة على حدود منطقة الجزاء، عادت هنا اللاعبين الهلال، لمسة من التير توماس، سافا كرة أمامية ملعوبة، توري يلا يا المدينة، كرة عرضية وين الرأسية، ولكن مرت من جانب بويا، بويا يحاول أمامنا، تمريرة ملعوبة أو من توماس إلى بويا من أثير، هيثم مصطفى يلا يسير، كرة موزونة بالمسطرة والقلم داخل منطقة الجزاء لخليفة، ضغط وتوهج هجومي هلالي في هذه اللحظات، توري يحاول أمامنا ولكن زحمة دفاعية تمنع الكرة الماضية بل تبعدها في منتصف الملعب. سلام عن طريق اللاعب بالكوك ميتشل، يمر بالكوك ميتشل يلعب كرة أمامية ومصيدة التسلل بالمرصاد من الحكم ديمبو برونو كما كانت للمدينة في الشوط الأول. إبراهيم توري بنزول فعل منطقة الوسط حتى الآن، إبراهيم توري، هيثم مصطفى، أدير توماس، عمر بخيت، انطلاقة في الأمام، عبدالطيب بويا عامل مباراة ممتازة من ناحية الجهد الدفاعي والأداء الهجومي. ها
هيثم خليفة، خليفة كرة عرضية ملعوبة عالية مرت من الجميع إلى بكري المدينة. أين المساندة؟ تمرير من بكري إلى رمي التماس جانبية. بكري بكرة ملعوبة لأثير توماس، عادت لبكري المدينة، يحاول أن يغير كرة بينية، لعبة مباشرة، يحاول أن يتقدم عبد اللطيف. بويا، بويا مر، بويا يلعب كرة ولكن تظل درب المرمى إلى خارج أرضية الملعب. شوط ثاني ممتاز، لا إفراط في الهجمات ولا تفريط في الجانب الدفاعي، لا إفراط في الهجمات ولا تفريط في الجانب الدفاعي، هذا هو المطلوب من لاعبي الهلال. كرة عالية كانت كرة الماضية عبد اللطيف بويا، وبالسلامة يا بويا، بالسلامة يا بويا. توك الثاني يلعب كرة في منتصف الملعب، يلا يا بن توري، مرت الكرة إلى رمية تماس جانبية. رمية تماس ملعوبة لباري ديمبا، ديمبا يتقدم في الأمام، عبد اللطيف بويا، تمريرة أمامية من جانب عبد اللطيف بويا. بكري المدينة يحاول بلعبة ليس لها وقتا الآن يا بكري المدينة، ما وقتها أبدا حتى الآن. عموما تمريرة ملعوبة إلى عثمان يا بابا، يسيطر فريق القطن الآن في منتصف الملعب ويحاول التقدم من جانب القطن. تمريرة وكرة أمامية والعمق الدفاعي ممتاز نجده من باري ديمبا، كرة ملعوبة في الأمام ومحاولة لتسديدة، هدف الثاني يأتي في هفوة من جمعة جينا، هدف الثاني يأتي في هفوة من جمعة جينا، هدف الثاني إذن يأتي لصانع فريق القطن الكاميروني في لحظة دفع فيها لاعبو الهلال، في لحظة دفع فيها لاعبو الهلال. ومعلش يا جمعة، معلش يا جمعة، غلطة الشاطر بألف يا جمعة دينارو، معلش معلش يا جمعة يا دينارو، لعب وهدف أتمنى أن لا يؤثر عليه. هنا المساحة القوية تماما من المساندة، وهنا الهفوة كانت من خليفة أحمد لأنه هو اللاعب الذي كان لابد أن يعمل العمق الدفاعي. هذه المساحة تأخر خليفة أحمد، هنا كان لابد أن يعمل العمق الدفاعي خليفة أحمد من البداية على هذا اللاعب. تسديدة لعبة مباشرة وغلطة الشاطر يا جمعة يا جينارو بهدف يأتي في هذه اللحظات. عموما هدفان، هدفان وصورة أخرى على الدعاية على الحارس الآخر الاحتياطي الموجود لصالح نادي الهلال. كرة ملعوبة أمامية، أثير توماس بشكل خاطئ، خارج نطاق الخدمة أثير توماس من ناحية التمريرات، حتى الآن نقدر جدا أن نجد الباصات الصحيحة من أثير توماس في هذه المباراة. عموما كرة ملعوبة، لعبة أتمنى أن لا تقبض من عزيمة لاعبي الهلال في الدفاع على الأمام. كرة ملعوبة والتقدم هنا أمامنا إلى عثمان بابا، عثمان محاولة الاستلام والتسديدة، تمريرة ملعوبة أمام إلى إنسا سيبستيان، إبراهيم توري في التغطية والكرة اللي رمي تماس جانبية، هيثم مصطفى، لمسة من هيثم، هنا الصورة على أيضا الطاقم الفني والمتابع لنادي الهلال من متابعين والطاقم حاضر مع الجهاز الفني لنادي الهلال. حتى الآن صورة كانت معبرة ولا تعليق عليها حتى الآن، يعني نوع من الحزن كان واضح تماما على دكة، بل يكتفي دكة بدلاء الهلال. عموما انطلاقة في الأمام، محاولة التقدم وتقدم في الأمام واستخلاص دفاعي، كرة ملعوبة لسيف مساوي، تمريرة ملعوبة في الأمام من جانب سيف مساوي لإدواردو سادومبا، من جانب إبراهيم توري، عادت لتوري، يتقدم توري، كرة لبكر المدينة، وين ماشي يا راجل؟ تسديدة من البداية، هي تحتاج لمسة واحدة يا بكر المدينة، تباطؤ في التعامل مع الكرات من بكر المدينة، وبالسلامة بالسلامة. هنا ساقط على أرضية الملعب وينجو بيتولا ساقط على أرضية الملعب. شوف هنا الكرة كانت أمامنا، تمريرة كانت من بين الأقدام لعمر بخيت مرت، وشوف هنا المساحة خالية تماما من أي لاعب باللون الأزرق، وجمعة دينارو مرت من جمعة دينارو. Thank you.
بالسلامة لأوينغا بيتولو. نلعب في 58 دقيقة من زمن الشوط الثاني لهذه المباراة، والتقدم للقطن الكاميروني بهدفين. عمر بخيت بروح رياضية كبيرة جدا ورائعة، الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الآن التفنن في إضاعة الوقت، التفنن في إضاعة الوقت من جانب لاعبين القطن الكاميروني في الأفلام المتزلزلة لإضاعة الوقت. الآن رمية تماس جانبية، كرة ملعوبة في الأمام، عادة في منتصف الملعب، محاولة لكرة بينية. خليفة ويتوالى السقوط على أرضية الملعب. لدينا لاعب ساقط على أرضية الملعب الآن أيضا من جانب فريق الكاميروني، وشوف هنا احتفالية الهدف الذي أتى من جانب فريق القطن عن طريق اللاعب أوزينغوي تزبوري، لاعب الوسط. هو لاعب ارتكاز بالأساس، هو لاعب ارتكاز مندفع من الخلف للاعب أوزو. كرة عادت أيضا بروح رياضية من جانب لاعبي القطن لاعبي الهلال. عمر بخيت، كرة ملعوبة لعبد اللطيف بويا، تمرير من جانب عبد اللطيف بويا. بكر المدينة يبحث عن مساحة للمرور والتقدم. بكر المدينة تقدم في الأمام، ومرور ومرور بشكل ممتاز من بكر المدينة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء يا توري، ولكن إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة افتقدت للدقة، تعامل معها بقوة رعونة في الكرة الماضية إبراهيم توري، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. دفاع كامل لاعبي الهلال، وأتمنى العزيمة والروح التي رأيناها في الدقائق الأولى أن تتواصل من جانب لاعبي الهلال. تبديل الآن، خرج إلى خارج أرضية الملعب هامان جاكوس، إلى خارج أرضية الملعب هامان جاكوس، وإمبونغو إيوانغوا إلى داخل أرضية الملعب. إمبونغو إيوانغوا بونغو إيوانغوا إلى داخل أرضية الملعب. سامي الأفريقية تأخذ فيها حصة، تأخذ فيها حصة ولياقة عشان تطقها. هنا محاولة في الأمام، كرة مستخلصة أمامنا، ومحاولة للتقدم. عادت الكرة في منتصف الملعب هنا للأمام مباشرة لهجمة أمامية، وجمعة جينارو في التوقيت المناسب إبعاد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. إذن تبديل هجومي يأتي من جانب إمبونغو إيوانغوا صاحب الرقم 21، وخرج اللاعب جاكوس. رمي التماس جانبية، كرة ملعوبة ومحاولة للتقدم في الأمام، تمرير على حدود منطقة الجزاء. اللمسة الأولى لإيوانغوا، هيثم مصطفى، هيثم بتمرير في الأمام، ملعوبة لإدواردو سادومبا المختفي تماما لعدم وصول الكرات لإدواردو سادومبا حتى الآن. تبديل قادم لصالح نادي الهلالي أيضا، أو عمر بخيت، عمر بخيت إلى خارج أرضية الملعب، وعلى دين يوسف إلى داخل أرضية الملعب. السلام لعمر بخيت، السلام لعمر بخيت الذي أراه يعاني من إرهاق، أراه يعاني من إرهاق، واضح تماما على عمر بخيت أحد اللاعبين الرائعين في تشكيلة الهلال، والذي يتواصل عطاؤه لسنوات متواصلة، تواصل ويتواصل عطاؤه لسنوات متواصلة. دخل لاعب صاحب إمكانيات ممتازة أيضا على دين يوسف إلى داخل أرضية الملعب. خطأ هنا أمامنا، ومحاولة هنا للتسديدة من مسافة بعيدة يعني على دين يوسف. خطوة هيثم مصطفى في التنفيذ، هيثم يلعب كرة على دين يوسف، على دين، وهنا كرة عالية بلا عنوان إلى خارج أرضية الملعب من خليفة. ضربة مرمى لصالح فريق القطن، سبع مرات ظهر فريق القطن في على الصعيد الأفريقي
أفضل نتيجة كانت في 2008 عندما تأهل النهائي أمام الأهلي المصري 4 مرات المشاركة في بطولة الكونفدرالية. هذا هو الرصيد الأفريقي لفريق القطن الكاميروني. بينما الهلال مشاركات متواصلة ومشاركات عديدة استمرت من عام 66 وخزائن زخرفت ألوان هذا النادي طوال 80 عاما. فريق القطن عمره فقط 25 عاما، بينما ما يزيد 80 عاما وكم شهر بالنسبة لفريق نادي الهلال من ناحية التأثير. في هذه البطولة تحديدا لدينا 197 هدف للهلال سجلها الهلال على مدار 47 عاما، بينما 173 هدفا دخل مرمى نادي الهلال. مشاركات أفريقية وما زال الانتظار باللقب الأفريقي لنادي الهلال الذي بالأسف لكل مرة يصل للأدوار ويكون الأكثر إقناعا في البطولات الأفريقية، ولكن في اللحظة الأخيرة نجد خروج نادي الهلال. فريق أعتقد أنه يحتاج لدرهم حظ، لدرهم حظ فقط يحتاج فريق الهلال. هنا كرة عالية ملعوبة مرت من الجميع، الكرة الماضية مرت من الجميع، يا ما وصل ويا ما قدم فريق نادي الهلال، ولكن كما ذكرت هنا محاولة أمامية على حدود منطقة الجزاء على دين يوسف، يحاول أمامنا على دين، يحافظ على كرته على دين ولكن مستخلصة، انطلاقة في الأمام وتمريرة للاعب البديل إمبونغو إيوانغوا، إمبونغو إيوانغوا أمام أكثر من لاعب، وهنا الحذر. العمق الدفاعي الهلالي يعاني من خلل، العمق الدفاعي الهلالي في التعامل مع الهجم المرتدة يعاني من خلل واضح. هيثم مصطفى يلعب كرة في الأمام، هيثم مصطفى لبكري المدينة، وحاول ألعب يا بكري على الصافرة، حاول التقدم يستلف استخلاص من بكري ولكن حارب مجددا. كرة في الأمام لأثمان يا بابا، بمجرد أن تصل الكرة أو تقدمه تجد أصوات الجماهير تعلو معرفة بقيمة هذا اللاعب. كرة في الأمام ملعوبة أمامنا، ومحاولة سيف مساوي يبعد الكرة، وما قرار الحكم، حكم يأمر بالاستمرارية، حكم يأمر بالاستمرارية إلى ضربة ركنية الكرة الماضية. حكم المباراة كوما ويليكتون يجد احتراض من جانب الجماهير الكاميرونية بالإعادة، سنجد الإفادة للقطة التقضية. حكم المباراة كوما ويليكتون صاحب 37 عاما، الحكم الذي حصل على الشرف في عام 2000 هذا الحكم. شوف لقطة سيف مساوي هنا بالإعادة كانت أمامنا اللقطة، إبعاد كان للكرة الماضية من سيف مساوي، وبالسلامة لكوما ويليكتون، بالسلامة لكوما ويليكتون. حكم المباراة كوما ويليكتون من الأمور التي جعلت أحد الحكام البرازيل في القارة الأفريقية الكلمة الموجعة التي كانت من وزير الرياضة جورج تشولو، جورج تشولو ماندا وزير الرياضة في زيمبابوي، عندما قال أن هذا الحكم في تصريح له لا يصلح لدوري المدارس، فكان دافعا له لتقديم الأفضل وأصبح أفضل حكم في زامبيا. هنا اللقطة كانت أمامنا، تدخل نية سيف مساوي كانت التدخل على الكرة بقرار حكم المباراة طبعا احتسابه، وبالسلامة للاعب الحاضر أمامنا أثمان يا بابا. هذا ما نتحدث عنه دوما في أفريقيا، كاميرات النقل والنقل سيء بكل أمانة في القارة الأفريقية. هنا كرة عالية ملعوبة مبعدة، يعني لا تتيح لك أن ترى الإعادات بصورة ممتازة، اللقطات المتواصلة في كواليس المباراة، النقل يتواصل دوما من كاميرا وحيدة فقط ويعاني منها المشاهدون، أو القنوات الناقلة دوما تعاني مع كرة القدم الأفريقية التي كما ذكرت سيدخلها الاحتراف بالكامل والأندية السودانية أمام محك هام جدا في التغيير ومعنى التغيير المستقبلي للوصول لأقصى درجة من الاحترافية، لأن هناك معايير ومقاييس معينة إن لم تصل إليها الأندية السودانية لن تجد أندية سودانية موجودة في الشامبيونز الأفريقي. وهنا الحديث عن العديد من الأندية، طبعا أندية الهلال والمريخ أو المورد وغيرها، الأندية التي نتمنى أن تحقق يعني نتائج إيجابية في المستقبل من خلال بداية من خلال الهلال بإذن الله وتكرار إنجاز عام 89 للمريخ. تبديل بالشيء إلى داخل أرضية الملعب وإلى خارج أرضية الملعب أثير توماس، الآن فريق بنزع هجومية وصبغة هجومية كاملة. محمد بشي إلى داخل أرضية الملعب، إذن
لدينا الآن أكثر من لاعب بنزعة هجومية، أيضا مصطفى بكر المدينة، إبراهيم توري، إدواردو سادومبا، بالإضافة لتقدم الأطراف من خليفة أحمد في تقدمه. يعني لدينا الخمسة لاعبين، قرابة الخمسة لاعبين ذوي نزعة هجومية في الفريق. يرمي بكل أوراقه المدرب من اثنين ترتوفيتش ميشي. كرة في الأمام، سيف مساوي، نزول لا داعي له من جانب مساوي، عادة الكرة مجددا. هنا اللقطة شاهد سيف مساوي قضى على اللقطة أمامنا وبالإعادة في الكرة الماضية، الإعادة كانت في اللقطة الماضية، كانت أمامنا تقدم جانب سيف مساوي، كان إبعاد الكرة كان سيف مساوي، ولكن اليد اليمنى كانت لسيف مساوي على اللاعب. لا يعني أي نعم نحن مع الهلال قلبا وقالبا في كل المباريات، ولكن لا الصفات التي نكون صادقين معها ونتحدث عنها بمصداقية بكل تأكيد، يد سيف مساوي كان لابد أن يأخذ الحذر، لأنه يد سيف مساوي كانت في الدفع باتجاه اللاعب. عموما لقطة مرت ولعبة عادت للهلال، الذي أتمنى ونحن على بعد 21 دقيقة قادمة بوجود هذه المجموعة وهذه النزعة الهجومية، أتمنى أن نجد هدفا على أقل تقدير يعطي المعنوية للاعبي الهلال. كرة ملعوبة أمامنا ومحاولة للتقدم في الأمام، عادة الكرة في منتصف الملعب، تمريرة عن طريق اللاعب بوزنغوي صاحب الهدف الثاني داخل منطقة الجزاء إلى جمعة جنار. جمعة يلعب كرة في الأمام لبشة، بشة في منتصف الملعب لهيثم مصطفى، سلام هنا عن طريق إبراهيم توري، توري بتمريرة لبكري المدينة، بكري حتى الآن تعامله ليس ولا بد مع المباراة، خارج الفورمة تماما بكري المدينة، ساسا، سادومبا يحاول أمامنا، سادومبا يلعب كرة أمامية، إبراهيم توري استلام من جانب توري، توري وين المرور يا توري؟ كرة داخل منطقة الجزاء ملعوبة عالية، استلام ومحاولة هنا أمامنا ولكن مرت من جانب فش الكرة الماضية، وصلت إلى إمبونغا، إمبونغا في منتصف الملعب بكل هدوء، لانسيان كريم تغيير اتجاه اللعب إلى إنزان سيستيان، كرة في الأمام من جانب إنزان سيستيان، انطلاقة كاميرونية أمامية، عادت المحاولة للتقدم والكرة مرت إلى رمية تمان جانب. رمية تماس، كرة في منتصف الملعب، هيثم مصطفى على الدين يوسف، يلا علاء، كرة ملعوبة في الأمام داخل منطقة الجزاء بكرة رأسية من حارس المرمى سواد كسالي، مساوي، بشا، عبد اللطيف، بويا، بويا في منتصف الملعب لبشا، تمرير إبراهيم توري، توري يلعب كرة لمن لا وجود لأي لاعب في الأمام، أو كانت كما كان عليها الحال بالنسبة لفريق القطن. تمريرة ملعوبة في الأمام والسيطرة حتى الآن لصالح فريق القطن. أرى بعض من عدم علامات اليأس على لاعبي الهلال، يعني بعض من علامات اليأس واضح تماما على لاعبي الهلال، بل الإرهاب أكثر من ذلك، الإرهاق أكثر من ذلك واضح تماما على لاعبي الهلال، تغير الأجواء على الفريق من ناحية الصيام وما إلى ذلك في هذا الشهر الكريم، واللعب في الأجواء المشمسة عصرا في درجة حرارة عالية، يعني أمور كلها تؤثر بكل تأكيد على أداء اللاعبين.
كرة ملعوبة في الأمام ومحاولة مستخلصة من باري ديمبا. ديمبا يلعب كرة في منتصف الملعب على تيم يوسف، على تيم يوسف لهيثم مصطفى. هيثم كرة ملعوبة في الأمام من جانب هيثم، هنا محاولة دواردو سادومبا، يلا سادومبا محاولة لوقف كرة ولكن إلى ضربة ركنية، كرة مرت إلى ضربة ركنية. لابد أن نجد الدفاع أصحاب القامات، سيف مساوي باري ديمبا القادمون من الخلف للعب الكرات الرأسية في الضربة الركنية. السلامة للانزيان كريم أحد الأسماء التي قدمت عطاء كبيرا في هذه المباراة. ضربة ركنية وإبراهيم توري في تنفيذ الضربة الركنية، ملعوبة عادة لهيثم مصطفى. هيثم يحاول تسديده ولكن تصطدم بسيدو. باري ديمبا كرة طولية في الأمام من باري ديمبا. مساوي يحاول أمامنا لأدواردو سادومبا، تمريرة بشكل خاطئ عبد اللطيف بويا، والهجمة المرتدة هنا والخطورة التي تأتي أمامنا من جانب لاعبي فريق القطن، واستخلاص في الكرة الماضية، إبعاد الكرة من خليفة أحمد، انطلاقة في الأمام ومحاولة من جانب إبراهيم التوري. حاولات كلها حتى الآن كالنفخ في الرماد، حاولات الهلال كالنفخ في الرماد حتى الآن بلا فائدة. كرة ملعوبة أمامية والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الضغط بدأ سيف مساوي يلعب مساندا للمهاجمين الآن في وندخل نسير إلى آخر ربع ساعة من نهاية هذا اللقاء. سيف مساوي كرة ملعوبة على الدين يوسف، خليفة، خليفة. شوف الفريق القطن يندفع أو يعود للخلف بجل لاعبيه، العودة للخلف. بكري المدينة، إبراهيم توري، واحد اثنين والثالثة، وين يا بكري يا مدينة؟ عرضية ملعوبة ومرت إلى جميع الكرة الماضية، تسديدة وإلى خارج أرضية الملعب. محاولة هلالية ممتازة. يلا يا شباب، لحظات وربع ساعة لابد أن نجد فيها خلاص التخلص من الدفاعي. معروف الهجمة المرتدة لصالح لاعبي القطن، ولكن مجموعة وسط الملعب لابد أن تندفع للأمام على حدود منطقة الجزاء، لأنه أن تفك هذا الحصار الدفاعي وهذه الزحمة الدفاعية أن تفكها لابد بالكثافة الموجودة من لاعبي الهلال داخل منطقة وحدود على حدود منطقة جزاء فريق القطن أو في ملعب القطن. ضربة ركنية لصالح الهلال، هيثم في التنفيذ، هيثم مصطفى، كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء مبعدة على الدين يوسف. خطأ يأتي في هذه اللحظات ومن جانب حكم المباراة، خطأ على الدين يوسف. تمريرة ملعوبة أمامية، كرة إلى مبونغو يونغا في منتصف الملعب، يلعب كرة أمامية. سيف مساوي في التغطية الدفاعية، مساوي بخبرة كبيرة جدا من جانب سيف مساوي. تمريرة ملعوبة أمامية، يلا بشا، انطلاقة في الأمام من جانب بشا. بشا انطلق، يتقدم من أول، من الثاني، من الثالث على الطريقة الميسية، ولكن الغلبة تغلب، الكثرة تغلب يا بشا، الكثرة تغلب يا بشا. بونغو يانغا، كرة ملعوبة، محاولة لكرة أمامية، تغطي من جانب سيف مساوي، من جانب عبد اللطيف بويا، مرت واعتذار من جانب هنا عبد اللطيف بويا، بل تلعب مباشرة من جانب لاعبي الهلال، ملعوبة في الأمام إدواردو سادومبا، والتسلل على إدواردو سادومبا، تسلل على إدواردو سادومبا. بالسلامة إلى أمبونغو ولا جماهير، بكل تأكيد كل الجماهير السودانية وكلها، والدعوات بإذن الله بفوز نادي الهلال. عموما إلى حين اللحظة لم ينتهي المباراة، والهلال إلى حين اللحظة يعني في بداية ركب المتأهلين بإذن الله، ولكن نتمنى
التفاف تام جدا، نتمنى التفاف تام جدا من كل ليس الجماهير السودانية لأنها لا تحتاج إلى تحفيز، فكل الجماهير نراها والله في كل المواقع، نستشف مواقع الفيسبوك، مواقع على تويتر، ثورة هناك حول نادي الهلال واندفاع نادي الهلال، وتحديدا حتى عبر الفيسبوك أتلقى العديد من الرسائل من جانب الشباب وجماهير نادي الهلال، بل مجموعات هلالية كلها تؤثر وتشجع وتقف خلف الهلال، ولكن بكل أمان بكل صدق هي كلمة في القلب، بكل صدق هي كلمة في القلب، أن في كثير من الأحيان أكبر عدو على الفرق السودانية سواء كانت هلالا أو مريخا في كثير من الأحيان الإعلام السوداني، بعض الإعلاميين وليس جل الإعلاميين، هناك أصحاب الكلمات الصادقة والأقلام الصادقة، ولكن هناك البعض منهم يكون عدوا على اللاعبين لا معينا لهم. محاولة هنا أمامنا، كرة ملعوبة في الأمام، عادت مجددا إدوارد سادومبا، حال يعني مؤلم بكل أمانة ما نراه في كثير من الأحيان، حاول على حدود منطقة الجزاء وتسديدة عادت مجددا، هجمات متواصلة لصالح نادي الهلال، يلا يا ساسا داخل منطقة الجزاء، كرة ملعوبة ولكن في أحصان حارس المرمى الحارس داود كسالي الذي سيأخذ الكرة. أمامنا داود كسالي، كما ذكرت حال يعني في المنطقة العربية وتحديدا نتحدث عن السودان، لأن السودان بلد المتنفس لكثير من الشباب وللأجيال كرة القدم، ولكن هناك البعض من يدس حمى التعصب بكل أمانة لهذه الأجيال ولن يذكرهم التاريخ أبدا، لأن من يعمل لمصلحة كرة القدم السودانية لا يفرق بين هلال أو مريخ أو موردة أو أي فريق كان، فالشخصية السودانية بطبيعتها لا تعرف الحقد على فريق أو على كرة قدم من أجل كرة قدم، بطبيعتها شخصية مسامحة، شخصية معروفة لكل العالم بأثره، أن تكون من أجل كرة قدم تتعصب لفريق على الآخر وتدس سمة التعصب لهذه الأجيال، هؤلاء سيتناسهم التاريخ ولن يذكرهم أبدا التاريخ، لأنهم بكل أمانة دخلاء على كرة القدم السودانية، وبيئة الإعلام السوداني للأسف أصبحت بيئة خصبة لكل من هب ودب أن يدخل في الإعلام السوداني ويتحدث وينظر في كرة القدم وينشر التعصب لهذه الأجيال، هؤلاء لن يذكرهم التاريخ، فالتاريخ لا يذكر إلا أصحاب الكلمة الصادقة الذين يعملون لمصلحة الكرة السودانية بلا تفريق بين هلال ولا مريخ. ورحم الله الأستاذ الكبير أحمد عمرابي والد زميلنا العزيز سامر عمرابي الذي قبل أن يفارق هذه الحياة بلحظات قال كلمة سامية، أولا كان متأكدا من تأهل الهلال وعمل نتيجة إيجابية في هذه البطولة، وثانيا قال كلمة الحق دوما، وأصحاب الحق هم الذين يبقون راسخين في ذاكرة التاريخ، وهو التاريخ يبقيه راسخا في ذكرانا، رحم الله وأحسن مثواه الأستاذ الكبير أحمد عمرابي. عموما هي كلمة كانت في القلب أن يكون الالتفاف عبر الهلال، لأن والله من يأتي من خارج السودان ويقرأ في بعض الأحيان الثورة التي تكون ضد الهلال من بعض الصحفيين أو ضد المريخ عندما يشارك من بعض الصحفيين الذين كما ذكرتهم دخلاء على كرة القدم، لا يصدق أن هؤلاء سودانيين أبدا، لابد الالتفاف من الجميع، لأن الهلال يلعب باسم السودان لا يلعب باسم الهلال، وعندما يلعب أي فريق سوداني خارجيا يلعب باسم السودان، هؤلاء فقط ليبقوا في الصورة أمام هذه الأجيال المتعصبة التي كما ذكرت يدعوها للتعصب، فقط ليبقوا في الصورة لا ليرفعوا اسم الهلال أو المريخ أو اسم الموردة أو كل الفرق السودانية، لابد أن يتعامل الإعلام السوداني بروح وشخصية الشخصية السودانية التي نعرفها بكل أمانة، داعمة وشخصية مثقفة ومتعلمة ومتطورة متنورة في دعم الرياضة بشكل عام وليس الرياضيين السودانيين الفرق السودانية بحد، خصوصا كما ذكرت أن المرحلة القادمة مرحلة لابد أن يكون فيها الاحتراف مطبق بالكامل لدخول الأندية السودانية ومشاركتها في الجامعة الأفريقية، هو حال الإعلام العربي بشكل عام والقادم أفضل بإذن الله. كرة في منتصف الملعب ونلعب في الدقيقة 82 من عمر هذه المباراة، تمريرة ملعوبة في الأمام وكرة أمامية عرضية داخل منطقة الجزاء ملعوبة، محاولة الاستلام مرة الكرة الماضية، الصحافة الكاميرونية دعم متواصل لفريقها بشكل حتى الآن متواصل من خلال جيش
الإعلاميين خفاء الكاميروني لهذا الفريق. هلال أيضا هناك مجموعة من الصحفيين لهم التحية، الأستاذ الرائع أيضا عاصم الراك الذي يمدنا بالمعلومات المتواصلة، والتحية صراحة للعديد من الشخصيات الرائعة السودانية في مجال الإعلام. وحديثنا طبعا نحن كان عن البعض والأقلية الموجودة التي كما تحدثت عنها، لكن هناك العديد من الشخصيات الرائعة بكل أمانة التي تدعم، فلها التحية ولها التحية. وقت يمر على فريق نادي الهلال، والدقيقة 83 من عمر هذه المباراة. هنا محاولة أمامية وانطلاقة أمامية، كرة في الأمام ملعوبة، إبراهيم التوري يلعب كرة بإثنية ولكن مبعد الكرة الماضية، مبعد الكرة الماضية. وهنا دكة صامتة هادئة، دكة بدلاء الهلال على حال ونتيجة المباراة. شوف هنا الكرة كانت أمامنا والتدخل كان على إبراهيم التوري، وهنا لعبة إدواردو سادومبا الخطيرة التي تصدى لها حارس المرمى داوود كاساني. لا نقلل فريق الفضل، قدم مباراة بحنكة كبيرة وتعامل مع المباراة بحنكة أمام فريق الفضل. والأخطاء التي أتت للهلال أيضا نلوم الهلال، لأن الأخطاء التي أتت بهفوة، الأولى كانت من لاعبي من دفاع الهلال، والثانية كانت لا ألوم جمعة جنارو، أي نعم خطأ واضح من جمعة، ولكن دفاع الهلال من البداية لم يتعامل مع الكرة بصورة إيجابية في التغطية. أمور لابد أن تكون في الحسبان يا ميشو. كرة مرت إلى ضربة مرمى، كرة ملعوبة، سيف مساوي، تمريرة ملعوبة في الأمام وانطلاقة أمامية، سيف مساوي، كرة من جانب سيف مساوي، هيثم مصطفى في منتصف الملعب وانطلاقة من جانب سيف مساوي، تمريرة ملعوبة، إدواردو سادومبا استلام هنا داخل منطقة جزاء خليفة، عرضية ملعوبة، كرة ملعوبة وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. بكر المدينة مغلق وخارج نطاق الخدمة، مغلق وخارج نطاق الخدمة بكر المدينة. كل الكرات تفتقد للدقة. الهلال لو سجل كل الفرص التي لاحت له لكان خرج منتصرا، ولكن لا نبكي على ما فات ولا نبكي على اللبن المسكوب. كرة ملعوبة في الأمام، محاولة حاضرة داخل منطقة الجزاء، والسيناريو كانت اللقطة الماضية، كانت اللقطة إعادة، كانت للقطة الماضية. الحماس يأخذنا الآن نرى والله اهتزاز الشباك وهجمة هلالية. تبديل قادم لصالح نادي القطن الكاميروني، يخرج من جانب نادي القطن سيدو دريسي. إذا من جانب نادي القطن الكاميرين أمبونغو إيوانغو يخرج، وسيدو دريسي إذن إلى ياغوندوا إلى داخل أرضية الملعب من جانب نادي القطن. هنا استلام هلال يصعو ويستفيق في لحظات أخيرة من المباراة، وبالوسيل من الهجمات والتسديدات التي تظل درب المرمى والشباك. يا سيف يا مساوي، ضربة مرمى وكرة ملعوبة في الأمام من داوود كاساني، ترويض ولكن خاطئ بعد ذلك يا بويا، عادت إلى فاري ديمبا. كرة ملعوبة، تمريرة ملعوبة في الأمام وانطلاقة لهجمة مرتدة لصالح فريق القطن الكاميروني. Thank you.
الحصار في منتصف الملعب للتقدم للأمام. وهنا حصار كاميروني. استقلاك متواصل ومحاولة عادت من إبراهيم توري مبعدة عن طريق المدافع لانس كريم إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس جانبية. تغيير اتجاه اللعب. كرة من إدواردو سادومبا. محاولة للتقدم في الأمام. وهنا من جانب سيف مساوي تمرير أمامية والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء تبحث عن رأسية دفاعية كاميرونية إلى ركنية. دفاعية إلى ركنية. ركنية تقريبا رقم 7 لصالح فريق الهلال. لم تستقل ولا لعبة. ولا لعبة لم تستغل من جانب لاعبي الهلال. ضربة ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء ورأسية من مساوي. وينك من بدري يا مساوي؟ وينك من بدري يا مساوي في هذه الكرات الرأسية؟ كرة في الأمام. محاولة عادت مجددا لهجمة مرتدة من جانب لاعبي القط الكاميروني. عادت بشاء تغيير اتجاه داخل منطقة الجزاء بشكل ممتاز. هنا استلام أمامنا توري يحاول بكرة ملعوبة إبراهيم توري ولكن مرت بعد ذلك. عادت مجددا لهيثم مصطفى. حصار باللون الأزرق على فريق القطن الكاميروني الآن. باري ديمبا كرة ملعوبة من باري. انتهى الوقت الأصلي 90 دقيقة من عمر هذه المباراة وأربع دقائق وقت بدل ضائع. أربع دقائق وقت بدل ضائع. وحارس المرمى في سقوط بكل تأكيد أمر احتياجي وأمر معلوم من جانب لاعبي فريق القطن الكاميروني في هذه اللحظات الأخيرة. اللقاء إن انتهى على هذا الحال سيتجمد رصيد الهلال عند نقطتان وسيتبقى وستكون الصدارة لفريق أنيبيا طبعا الذي تعادل. الهلال اللقاء القادم سيكون مع أنيبيا في مدرمان بإذن الله في ملعب الهلال يوم 9/9 القادم. ويوم الأحد 18/9 سيكون لقاء الهلال مع الرجاء المغربي هناك في المغرب. وبالتالي المباراة القادمة بإذن الله تكون أمرا هاما لمعنى تأهل الهلال الذي يحافظ على المركز الثاني لأن الرجاء لديه نقطتان. القطن الكاميروني سيصبح رصيده 4 نقاط ويحيي أماله في التأهل إذا ما فاز في جميع المباريات القادمة وخسر أنيبا أو الهلال لا قدر الله في مبارياته القادمة. هذا هو حال المجموعة حتى الآن. ونحن من هنا ومن خلال يعني مايك الجزيرة الرياضية نتمنى كما ذكرت أن تكون هناك ثورة مع ممثل الوطن من جميع الحاضرون. والتحية صراحة لجيل الشباب الرائع الذي يدعم فريق الهلال وكل الأسماء التي تدعم فريق الهلال. كما ذكرت مجموعة جميلة لجدها تتكون من 88,533 مشجع داعمين لنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير موقع الفيسبوك يدعمون بشكل متواصل يصل إلى قرابة 90,000 الآن يعني يكاد يصلوها الآن لموقع الهلال السوداني. أمر رائع جدا أن نراهم بدعم متواصل ونتمنى كما ذكرت أن يكون الإعلام في الفترة القادمة داعما للسودان أولا التي يمثلها الهلال. كرة ملعوبة في منتصف الملعب ونقلات اللحظات الأخيرة. نلعب في دقيقة ثانية من الوقت بدل الضائع. محاولة في منتصف الملعب. عادت الكرة لحارس المرمى داوود كاسالي. كاسالي يلعب كرة أمامية بشكل خاطئ. هنا محاولة لإدواردو سادومبا وتسديدة وإلى خارج أرضية الملعب لبكر المدينة. من عفوا سادومبا من إدواردو سادومبا. يعني كما ذكرت إلى
الهلال للأسف يعني التعامل مع الكرات والفرص التي لاحت للهلال لم يتم التعامل معها بشكل إيجابي. كان بكل سهولة خرج الهلال على أقل تقدير متعادلا إن لم يكن فائزا في هذه المباراة. أعتقد أن الهلال في مباراة اليوم هو من أضاع المباراة. لا نلغي اجتهاد فريق القطن الكاميروني، ولكن الأهداف أتت من أخطاء من لاعبي الهلال، والهجمات تضاعت وتوالت وتهادت بشكل متواصل، بل سيلم من الكرات المهدرة والضائعة من جانب ناعدي الهلال. الهلال هو من أضاع المباراة بأقدام لاعبي. ضربة ركنية لصالح فريق الهلال، وهنا الجماهير صورة تأتي من الملاعب الأفريقية متكررة وحاضر بكل تأكيد. القارة الأفريقية السمراء التنفس لها هي كرة القدم بكل تأكيد، وهي اللعبة الوحيدة التي ترحب بالسلامة. بالسلامة عبد اللطيف بوي، ألف سلامة، ألف سلامة عبد اللطيف بوي. فريق لا يحتاج أبدا، وهو في ظل على الإصابات التي توالت على لاعبيه، سواء معز محجوب، أوتو بونغ، مدثر كاريكا، وهمسة لميشو، مهند طاهر ما زال موجودا مع فريق الهلال. هذه همسة إلى أذن المدرب ميشو شخصيا، أرى في الفترة الأخيرة تجاهل لمهند طاهر. نحن لا ندخل في كواليس العمل الفني لميشو، ولكن نحن جميعا نعلم بقيمة مهند طاهر غزال الأسمر في نادي الهلال، وأهمية وجود مهند الطاهر الذي حتى الآن لا أعلم ماذا يحدث لمهند الطاهر مع الفريق. عموما كلها حلول نتمنى نستفيد منها الهلال. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء رأسية مبعد الكرة الماضية، وفي هذه اللحظات تأتي صافرة الختام من حكم المباراة الحكم كوما ويليمتو، معلن عن نهاية هذه المباراة بفوز فريق القطن الكاميروني بهدفين. الأول أجهز طريق اللاعب مانو، والثاني حمل التوقيع اللاعب إنغوني من خطأ كان من حارس المرمى جمعة جمعة. هارد لك لنادي الهلال، يبقى رصيد الهلال عند 7 نقاط، والقادم بإذن الله أعظم. تدارك الأمور ووضع النقاط على الحروف يا ميشو في المباريات القادمة، وبإذن الله نرى الانتصارات قادمة لفريق الهلال. التحية لكم دوما للوطن الجميل، مشاهدي الجزيرة الرياضية، تقبل الله صيامكم وطاعتكم، ومبارك عليكم العيد مقدما الأيام القادمة عليكم وعلى الأمة الإسلامية، ودائما تمين ولا مين بإذن الله. تقبل تحياتي، محدثكم سوار الذهب، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ماجد الشجعي لك الكلمة. شكرا زميلي سوار الذهب. الهلال إذن يتعثر خارج الديار أمام فريق كوتون سبور، تحديدا في غاروة، بنتيجة 2 دون مقابل دون فعاليات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى. هكذا كانت البداية عن طريق سالي إدغارد. وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتفاضة الأزرق الأبيض خلال دقائق الشوط الثاني، سيفاجئ الهلال بثاني الأهداف بعد هذا الخطأ والموقع ديكوني لتنتهي المباراة لمصلحة أصحاب الأرض بنتيجة 2 دون مقابل. وبالتالي كوتون سبور ينعش الأمال، هو مطالب بأن يواصل حتى النتائج الإيجابية من أجل أن يثبت الذات، لأن طموح هذا الفريق كما هو الطموح بالنسبة لإنيامبا، علاوة على الهلال الذي رغم الخسارة لا زال يمتلك أدوات التي بإمكانها أن تجعل من هذا الفريق حاضر في سومي فاينل تشامبيونز ليج الإفريقية. كباتن معلق على هذه النتيجة، كابتن فخر الدين تحدثنا عن أداء الهلال خلال الشوط الأول لم يكن مقنعا، وبالتالي حتى الشوط الثاني كل المحاولات باءت بالفشل، على العكس من ذلك تلقى الفريق هدف ثاني. انتظرنا يعني أن يكون أحسن فريق الهلال في الشوط الثاني، لكن لم يتغير مستواه، بل زاد يعني المستوى، كان أضعف بكثير من الشوط الأول. هناك عياء، هناك بطء، كل أشياء ظهرت خلال الشوط الثاني، ليس هناك انسجام، كرة ضائعة، حتى الكرة التي ضيعها فريق الهلال السوداني كانت ضائعة، يعني حتى تمكن فريق كوتون سبور من تسجيل الهدف الثاني. يعني فريق كوتون سبور يعني خلص المباراة بعدما سجل الهدف الثاني، ارتاح، بدأ يمرر الكرات في وسط الميدان وبلا تعب. ففريق الهلال لم يظهر يعني أي شيء
خلال هذا المباراة خصوصا خلال الشوط الثاني، يعني الكرة التي أداها الحارس الكاميروني إلى الفريق الهلال في آخر لحظة تبين مدى عدم جاهزية فريق الهلال السوداني. هنا نشاهد الهدف الذي تسجل وكان إطرا خطأ فادح، لكن الخطأ للحارس وخطأ أيضا للمدافعين. فتكلمت أنا على 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 وسط الدفاع الهلال السوداني ثم المدافع الأيمن والأيسر، كان هناك تغيير بالنسبة لأحد المدافعين، لكن نزال الدفاع كان يعني هناك خلل في 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 وسط الدفاع، ثم لم يكن هناك تفاهم لا ما بين وسط الميدان ولا ما بين الهجوم، لم تكن هناك فعالية. أظن سوف نتكلم بصراحة وننهي يعني التحليل، ففريق الهلال ممكن ساعد فريق القطن الكاميروني على الانتصار، وإذا أراد فريق الهلال أن يكمل مشواره في هذه التصفيات فلازم أن يشتغل أكثر حتى يصل، لأن ليس من السهل أنت 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 أن تكون في المربع الذهبي، وليس من السهل أن تلعب مقابلة نهائية الشامبيونز ليج، فهي معروفة مقابلة قوية. أكيد أنه الفريق الذي يمتلك الإرادة هو الذي بإمكانه أن يصنع ما يطمح إليه. غاب الهلال كابتن رشيد المهدية من خلال الأداء، استغربنا للأسلوب للطريقة، افتقد للحلول أشياء كثيرة ربما تحديدا سلبية رافقت أسلوب وأداء الهلال خلال هذه المباراة، وأخطاء دفاعية دائما تتكرر في كل المباريات. يعني هذه الهدفين حقيقة ما بيجوا في مرمى فريق زي في نادي الوداد مثلا أو نادي الترجي، ممكن تشوف هذه الأهداف تلج مرمى بهذا الشكل. أنت عشان تنافس في بطولة كبيرة لابد أن تلعب وترتقي بالمستوى. أنا ذكرت بعد فوز الهلال على الرجاء البيضاوي وعلى النادي القطن قلت أن الهلال لابد أن يرتقي بالمستوى، إذا ما أراد أن يفوز بهذه البطولة. الهلال لم يرتقي حقيقة بالأداء، لم يرتفع أداء الهلال في من المباراة الأخرى كما شاهدنا في السنوات الثلاث. صحيح السنوات الأخيرة ارتفع المستوى الأداء، لكن في المباراة الثلاثة أداء الهلال ظل كما هو، لكن الظروف خدمته في أنه يفوز في المباريات. ما معناها أنه فاز بالحظ، صح بذل مجهود، ولكن ليس بإمكانيات الفريق وإمكانيات اللاعبين الموجودين، لأن إمكانيات أفضل من كده كثير جدا. أنا أتساءل أيضا مع زميل المعلق خسوار الذهب أنه أفضل لاعب وكان مفترض أن يكون في هذا المباراة اللاعب مهند الطاهر، كان ممكن جدا يعمل فارق كبير جدا، كان ممكن يلعب بخمس لاعبين في وسط ملعب، يلعب بسادوم بس كمهاجم، يكون في وسط ملعب زيادة عادية جيدة حتى تسيطر على إمكانيات فريق القطن الكاميروني في وسط ملعب، عندهم لاعبين سريعين وصغار السن يتحركوا من المناطق الخلفية إلى أمام بشكل كويس. شفنا الهدف الثاني اللي جابوه نتج عن ذلك. أعتقد أن الهلال في هذه الضربة أعتقد أنه يعني وفق الهلال في أنه حكم وراء لم يحسبها ضربة جزاء، أي حكم ثاني تلعب خارج أرضك كان ممكن جدا يحسب هذه ضربة جزاء وكان نتيجة تكون كبيرة. الهلال ما ظل طبعا يعني عنده فرصة للصعود، لكن لابد أن يكسب مباراته المقبلة مع نادي عنيان حتى يضمن الصعود، لأنه الآن فتح الباب والفرصة للقطن الكاميروني، لأن القطن الكاميروني الآن إذا كسب المباراتين ممكن جدا جدا يصل إلى النقطة 10، بالتالي تكون عنده فرصة كبيرة جدا للصعود. فالهلال لابد أن يكسب مباراة أنيمبا، وربما تكون مباراة الرجاء فرصة تأكيد للصعود، لكن الآن الباب مفتوح لثلاث فرق للصعود إلى الدور الثاني بما فيهم القطن الكاميروني. أوفرول أعتقد إنه اليوم الهلال يعني هذه النتيجة تعكس الأداء اللي قدمه، وأنا ذكرت نقطة هامة جدا في بداية الاستوديو إنه قلت هذه المباراة مباراة الفرص، اللي يصنع فرص ويحرز أهداف يفوز. الهلال صنع خمس فرص في هذه المباراة، واحدة شفناها في دقيقة يمكن 30 لبكري في الشوط الأول، في الدقيقة 44 شفنا سادومبا، في الدقيقة 90 شفنا سادومبا، وممكن قبلها شفنا أيضا بشر في كرة لعبت عكسية أيضا كان ممكن يحسن الهدف. أعتقد أنه بكري أيضا شفنا في الكرة اللي لعبت عكسية ولعب على الطائر، لا ممكن يعني خمسة فرص للهلال لم يترجمها إلى يترجم أي منها إلى هدف. لا يمكن أن تفوز في بطولة كبيرة خمسة فرص خارج أرضك لا تترجم منها واحدة إلى هدف، وبالأخطاء الدفاعية اللي شفناها هذا يعني يعكس النتيجة في المباراة ويعكس وضع الهلال حاليا في هذه البطولة. أكيد بأنه نتيجة سلبية، الجمهور الهلالي ربما لم يكن يتوقع هذا الأداء هذه النتيجة. نتحدث عن فرص عديدة لم يتم استثمارها، وربما تطرق كابتن فخر الدين لنقطة مهمة، فريق كوتون سبور لعب بأقل مجهود، حقق ما كان يطمح إليه، وبالتالي أضحى يلعب ربما باقتصاد نوعا ما. محاولات أخيرة للهلال غابت ربما اللمسة الأخيرة، الدقة، أشياء كثيرة افتقدها الفريق من خلال المحاولات التي لم تترجم لأهداف. Well, I think that's what the game is all about. هذا هذا هو كرة القدم عندما تنظر إلى الظروف التي تحيط بفريق القطن وبفريق الهلال. فريق القطن
أتوا إلى هذه المباراة لتحقيق الفوز، يعرفون أن هذه هي فرصتهم الأخيرة، ولكن الهلال أتى وهو مقتنع بأنه قد تأهل، ولكن عندما تلعب أمام فريق في قاعة ترتيب الوضع يكون أخطر، لأنهم ليس لديهم ما يخسرون، وهذا ما رأيناه. فريق القطن يجب أن نشيد بهم، تمكنوا أن يسيطر على الهلال ويدعو الهلال يلعب بالطريقة التي هم يحبوها. الهلال كان ينتظر وينظر ويحاول أن يرى كيف سيلعب القطن، هو الذي سيطر، كان لديهم كل الوقت ليفكروا وليحرك الكرات، لماذا كان الهلال فقط يجلس ويشاهد؟ Are they not in their best moment, Hilal, in this game? Because لم يكن الهلال في أفضل مستوياته، لأننا قد شاهدنا الهلال من قبل، والناس يتساءلون لماذا يلعبون بهذه الطريقة. ربما لم يدركوا أهمية هذه المباراة، ربما فكروا أنهم قد تأهلوا، ولكن يجب أن نشيد فريق القطن لأنهم عرفوا ما يريدونه وغيروا وضعية هذا الترتيب ويلاحقون الهلال. الهلال يجب أن يفوز في المباراة القادمة. القطن سيلعب أمام الرجاء على أرضه وهذه فرصة كبيرة، ولكن الهلال سيلعب أمام أنيمبا وهي مباراة بكل تأكيد ستكون صعبة في كرة القدم. عندما يجب أن تعترف بذلك، يجب اليوم أن نقول أن الهلال لم يلعب بالمستوى المطلوب، يجب أن يعودوا ويجب أن يسألوا أنفسهم ويجب أن يحاسبوا أنفسهم. إذا استمروا بهذا الطريق لا أراهم يتأهلون، يجب أن نتعامل بواقعية هنا. نعم، غابت حتى الإرادة عناصر الهلال. لما نكون نتابع الرغبة في، يعني الفريق يفتقد لأشياء. شجعي تكلمت في الأول وقلت على أن فريق الهلال لم يظهر مستوى جيد، حتى ولو انتصر بضربة جزاء على فريق الرجاء داخل الميدان. يعني هذه واحدة من المحاولات التي تابعناها خلال شوف كم من لاعب سوداني، كم من لاعب من الفريق الهلال السوداني، وكم من لاعب من فريق الكاميروني، ولكن ليست هناك حلول. هذه الكرة في اللحظات الأخيرة، يعني في تقريبا في اللحظات الأخيرة كانت محاولات، لأن المفروض تكون محاولات، لأن فريق القطن الكاميروني خلص المباراة. أنا أتكلم على فريق الهلال، تكلمت في الأول، فريق الهلال لم يظهر يعني مستوى جيد لا خلال مباراة يعني الرجاء ولا الإنيمبا ولا حتى يعني أي مباراة، حتى المباراة التي لعبها خارج الميدان كان له يعني الحظ في أن يسجل هدفين ويتعادل. اليوم أظهر فريق الهلال كما أشار صديقي رشيد أن على فريق الهلال أن يتدارك ما يجب أن يتدارك، لأنه موقف الهلال الآن في الدفاع وحتى يعني في إمكانيات الهجوم ووسط الميدان، هناك جلوس بعض اللاعبين على دكة التحتيات، هناك اختيارات بالنسبة للمدرب كما أشار إلى المعلق، يعني عدة أشياء. فأظن أن فريق الهلال إذا استمر بهذا الشكل فالمشكلة سوف تكون صعبة، لأن فريق القطن الكاميروني سوف ينافس، وهناك إنينبا وممكن حتى الرجاء، ممكن أنه ليس للمنافسة ولكن لتصالح مع نتائج الرجاء فيها مصير. أيوة، فهذا مشكل بالنسبة لفريق الهلال. وإذا أردت أن تتأهل إلى المربع الذهبي وتفوز بهذا اللقب بهذا المستوى فلا أظن، فأنا أتمنى يعني أن فريق الهلال أن يتدارك الموقف. فإحنا نحب فريق الهلال، نحب جمهور الهلال، نعرف الكرة السودانية دائما الحمد لله كانت في المستوى، لكن اليوم حتى الوقوف عند أخطاء الفريق هذا فيه نوع من الغيرة للوقوف عند الفريق وتصحيح الأخطاء. استسمح، أظن تأسفنا كثيرا، إحنا نتابع هذه المباراة تأسفت كثيرا، لأنه كنت أنتظر أكثر يعني من نادي الهلال على أن يظهر مستوى كبير. مع احترامي للقطة الكاميرونية، وتكلمت بأن كرة القدم لا تؤمن بالأوراق، فلا تتكلم عن الأوراق، كرة القدم فهي على المستطيل الأخضر، وظهرت اليوم جليا أنه فريق القطة الكاميرونية أظهر يعني مستوى جيد. ففريق الهلال اليوم لم يكن بتاتا، شبح على الملعب، لكن المشكل أتمنى أن يتصل أخ رشيد أو أي صحافي مع البعثة السودانية حتى نتعرف ماذا جرى للاعبين، لان هناك اشياء انا كمدرب او كتقني ممكن ان تسال يعني امونيكي، هذا يظهر ان اللاعبين ليس تفاعل بين جسم اللاعب مع يعني مع الكره، فهناك بطء
ويعني كل التدخلات كانت فاشلة بالنسبة للفريق الهلال السوداني. يعني كل كرات حصل عليها فريق القطر الكاميروني أشياء وقعت خلال هذه المباراة وأعطت الامتياز لفريق القطر الكاميروني. نصفق بحرارة على فريق القطر الكاميروني، استطاع أن يفوز، قدم عرضا جيدا حتى ولأنه خلاله في الشوط الثاني نزل المستوى. لماذا؟ لأنه سجل هدفين خلاص، فهو خلص المباراة وانتهت المباراة بالنسبة إليه. نتحدث دائما عن أشياء كثيرة صاحبت هذه المباراة، هل تعتقد بأنه حتى الغيابات في تشكيلة الهلال كان لها تأثير سلبي بالنسبة لهذا الأداء؟ ونحن نقف ونتابع كيف جاء الهدف الأول وكذلك الهدف الثاني لفريق القطن الكاميروني. بالتأكيد أنت احنا يمكن شاهدنا مباراة الوداد امبارح مع الأتراج، شفنا حارس المرمى الوداد يعني حراس المرمى يلعبوا دور كبير جدا في هذه البطولات. اعتقد انه المعز محجوب اكد للمره يمكن الثالثه والرابعه والخامسه انه هو افضل حارس في السودان حاليا، وانه غيابه يؤثر تاثير كبير جدا على اداء نادي الهلال. واعتقد انه لاعب جمعه لاعب ما عنده خبره كبيره، احنا نظلمه، ولكن ليس في مستوى المعز. اعتقد ان الاهداف دي ما كان ممكن تاتي لو كان المعز محجوب متواجد. ايضا غياب اللاعب مدسر كاريكا مهاجم ممتاز جدا متفاهم بشكل جيد مع اللاعب، يعني شوف الهدف ده ما في تغطيه دفاعيه جيده، ثلاثه لاعبين حول لاعب واحد، واللاعب اللي متحرك رقم 26 اللي على الشمال اللي ظاهر في الصوره الشمال ده لوحده، وحيدخل زميل ثاني ولاعب ثالث الناحيه الثانيه. يعني والكره ايضا يعني سهله جدا، كان ممكن الحارس يعني احنا نقول لو زحلق برجله كان ممكن يطلعها مش بايده، فلكن هذه تحدث طبعا. لكن التغطيه الدفاعيه ضعيفه جدا للهلال، مش في دفاع الهلال، حتى في وسط الملعب ضعيفه جدا. احنا تكلمنا انه هم افضل شيء عندهم وسط ملعب، يعملوا الاوفرلابين بشكل كويس، يتحركوا في المساحات الخاليه بشكل كويس، ينقل الكره سويتشنج من الرايت سايد للليفت سايد بشكل كويس. اعتقد انه الهلال لم يتعامل مع هذه المباراه من ناحيه فنيه بشكل كويس، ولكن الفرصه امامه لتعديل نتائجه في المرحله المقبله. كلمه اخيره كابتن ايمانويل مونيكي بخصوص هذه النتيجه. أعتقد أن النتيجة نتيجة جيدة للقطن الكاميروني وسيئة لفريق الهلال، ولكن يجب أن يقبلوا أنهم لم يلعبوا بمستوى جيد، لعبوا بمستوى سيء. الآن يجب عليهم أن يجلسوا ليروا هذه الأخطاء ولصحيح هذه الأخطاء. اللاعبون لن يكونوا سعداء، لا أحد يحب الخسارة، ولكن في النهاية لعبوا بأداء سيء وخسروا. ولكن بالنسبة لفريق القطن هذه فرصة عظيمة ودافع كبير، لديهم الآن الإمكانية أن يلعبوا أمام الرجاء، ولكن نتمنى الأفضل للهلال وأن يعودوا في مباراتهم القادمة. كتعقيب أخير كابتن رشيد، خمسة ثواني الهلال وهو سيء، عنده سبع نقاط وصل لهذه المرحلة، معنى أن الهلال إذا لعب مستوى أفضل قليلا ممكن أن يصل مرحلة متقدمة. نأمل نتمنى ذلك. إذن نذكر بترتيب هذه المجموعة على ضوء هذه النتيجة. إنيامبا دائما في الريادة برصيد 8 نقط، متبوعا بالهلال 7 نقط، ثم القطن 4 نقط، والرجاء يتذيل ترتيب هذه المجموعة برصيد نقطتين. إذن وصلنا لنهاية هذا الاستوديو. في الختام أشكر الكابتن صخر الدين كرة القدم المغربية والمحلل الفني للجزيرة الرياضية. شكرا لك أخ شجي، وشكرا للمشاهدي الكرام، وشكر كذلك وصول للإعلامي ونجم كرة القدم السوداني الكابتن رشيد المهدية. كل عام وأنتم بخير، وعسى الجميع بخير إن شاء الله. عيد سعيد لكل أهلنا في السودان وفي العالم العربي والإسلامي. إيمانويل أمونيكي، نسعد دائما عندما تكون معنا النجم الكبير لكرة القدم النيجيرية والمحلل الفني للجزيرة الرياضية. شكرا جزيلا، وشكرا لكل المشاهدين الكرام. نلتقي بإذن الله في مواعيد قادمة. إذن هذه التحية من كل فريق العمل. مع طيب المنى.